اتكلم عن اللي حصل مع النادي الاهلي في المباراه. في ناس كتير اتكلمت، لكن انا ليا وجهه نظر تانية خالص. اولا محدش يلوم الحكم، ما تجيبليش حكم من الدار للنار لسه بيبتدي بتاهله واديله مباراه النادي الاهلي ووريدي على مستوى المدربين وعلى مستوى اللاعبين لما بيجي يقابل النادي الاهلي بيبقى شكله افضل، بيبقى متحفز اكتر، بيبقى مركز اكتر. فما بالك بالحكم لسه اول مباراه هيلعب امام النادي الاهلي، فهنظلمه. قراراته خاطئه، ايوه في ضعف يا كابتن عصام، ايوه دي الحقيقه، لان لما يبقى في اخطاء حتى احنا لما بنخطا الناس بتعاقبنا بالكلام، لما بيبقى عندنا بعض الاخطاء، ولما بنعمل حاجه كويسه الناس بتقول ايوه ده كويس. فمن هنا ما تحاسبنيش على ضعف حكم، وما تحاسبنيش اللي انت عندك حكام دوليين موجودين يبقى موجودين للاهلي والزمالك، بلاش حكام دوليين، هات لي حكم كان موجود عنده خبرات للتعامل في بدايه الدوري عشان نوجه رساله وكلنا نقف جنب التحكيم ونقول الله ينور، بدايه موفقه. كل حكم فيه اخطاء بسيطه وعلينا اللي احنا نتجاوزها واللي جاي افضل. لكن حضرتك اللي صعبت الامور، مش النادي الاهلي اللي تجيب له حكم لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. ما تتعاملش مع النادي الاهلي اللي طول الوقت اللي يبقى فيه فزاعه، اللي انا اضرب الكبير يخاف الصغير، واحكي مواقف دلوقتي بمنتهى الامانه عشان السبب اللي انا بقوله دلوقتي وهبقى امين جدا. لما الكابتن حسام البدري عمل خطا وقال لك بص البصه، هو في حاجه في القانون بقى فيها بصه؟ قلنا مش مشكله، والراجل اعتذر، مع ان انا كنت ضد ده، ضد اللي انت تتحامل عليا وتضغطني تضغطني تضغط لما اجي يحصل مني تصرف حتى لو بسيط. الاعلام كله البدري غلط لازم يعتذر، ده حتى بما فيهم اهلاويه كتير لازم حسام البدري يعتذر. وانت النهارده لما تضيع مني نقطتين ولا سمح الله ما فيش اي حاجه متعمده عشان نبقى متفقين، لما تضيع مني نقطتين الاعلام مش واخد باله ولازم نساعد حكامنا ولازم نقف جنبهم اقف جنبهم على حساب اللي انت تخسرني الدوري العام. هو كلمه الحق اعتذر امتى؟ انا مش فاهم. ما هو الهدف والتارجت بتاعكم كلنا عارفينه، عشان نتكلم بصراحه اكتر النهارده، التارجت بتاع ناس كتير معروف، هو مش النادي الاهلي، هو اشخاص جوه النادي الاهلي، هو مش المدير الفني، هو اشخاص جوه النادي الاهلي. يا اخي ده الاهلي، بتكره اشخاص تحب اشخاص؟ ده الاهلي. طيب فعندي بعض الامور اللي انا عايز اتكلم فيها مع الكابتن عصام عبد الفتاح. النادي الاهلي مش حقل تجارب، النادي الاهلي كبير قوي عندنا، والنادي الاهلي عظيم قوي يا كابتن عصام، فمش هو الحقل تجارب نجرب فيه حكم لسه بيبتدي وتيجي تقول لي تطوير وحكام وحكام وعاده، مش النادي الاهلي ابدا. وبنقول الكلام ده من البدايه، بنقول الكلام ده من البدايه. حضرتك اللي قلت جالك تليفونات تهديد ومش عارف ايه، فروح جاي معاقب الاهلي وابقى فيه فزاعه، يا تسمع كلامه وما تهددنيش، احنا رجاله وما بنخافش. السنه اللي فاتت ما شفناش رجاله وبتتشتم ببيوتها، السنه اللي فاتت شفنا اهانات لكل حكم، السنه اللي فاتت شفنا محمود عاشور يتقال ما يروحش ماتشات سنه، اختفى الراجل، ولا انا بكذب ولا بقول الكلام ده من عندي؟ شفنا جهاد جريشه مش عايزين نشوفه في ولا مباراه لانديه معينه، اختفى جهاد جريشه اللي حضراتكم بتقولوا عليه ده رقم واحد في مصر، وغيره وغيره، وابراهيم نور الدين وغيره وغيره. فاللي كان بيهين الحكام مش الكابتن سيد عبد الحفيظ يا كابتن عصام، انت اللي تعلم تماما مين اللي كان بيهين الحكام باشد الالفاظ وبكلام صعب جدا. انا متربي جوه النادي الاهلي، عيب اللي انا اقوله، لكن في العاب ما يختلفش عليها اتنين، وحظك يا كابتن عصام اللي انا كنت موجود في المباراه، شفت العاب غريبه، شفت لعبه لعيب ما بيعترضش لا بيقول حاجه بياخد انذار، ولعيب بيعرض لعيب للخطر يجيب له اصابه خطيره جدا، والحكم بيقول العب عادي مفيش انذار. هو ده التطوير؟ هو ده نقف جنب التحكيم اقف في الغلط؟ وبعدين بدل ما تقول اللي ده غلط نطلع في القنوات كلها بنعاقب النادي الاهلي.